تبرع في رمضان وأنقذ حياة إنسان، شعار حملة للتبرع بالدم نظمت في وجدة بنادي المتبرعين بالدم بمبادرة من جمعية المتبرعين بالدم بجهة الشرق، وذلك بهدف تعزيز مخزون الدم وتشجيع المواطنين على التبرع بهذه المادة الحيوية. الهدف اللي سطرناه هو 130 متبرع، درنا حملات تحسيسية في مختلف المساجد المجاورة لمقر الجمعية، والحمد لله أتت أكلها، الناس راها كتوافد بشكل يعني مزيان. نتمنى إن شاء الله أننا نوصلوا للهدف ونتعداوه علاش لا. المبادرة الإنسانية تهدف إلى تشجيع ثقافة التبرع بالدم والتوعية بأهميته في إنقاذ الأرواح. احنا الهدف ديالنا وهو انه تبرع الدم ما يكونش موسمي وانما يكون دائم طول السنه، يعني هذا الدم هذا المصدر الوحيد ديالو هو المتبرع بالدم، اذا خاص هذه الماده هذه تكون متواجده باستمرار في المركز. الحملة تروم بالأساس تغطية الخصاص من مخزون الدم المسجل بالمركز الجهوي لتحقن الدم، وبالتالي تلبية احتياجات المرضى من هذه المادة الحيوية والمساهمة في إنقاذ الأرواح.